مساء الخير لكل السادة المشاهدين في مصر وخارج مصر، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اكلات وتكات الشيف حاتم على قناة الحياة. زي ما عودناكم تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحة قناة الحياة على الفيسبوك او من خلال اي رقم في الارض على 38 55 00 17 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودتم مفتاح فتح مصر. نحن مستمرين معاكي في مهرجان صيفك عندنا مش في اي حته تانية. زي ما اتفقنا مع بعض، الصيف بيحب السهر والسهر بيحب الاكل وبيحب الحلويات والمشروبات والمسليات. النهارده هنعمل ايه؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بعض انواع الحلوى من الشوكولاته، هنعمل شوكولاته فادج، هنعمل شوكولاته براونيز، شوكولاته بارادايس وشوكولاته ماركيز بتفاصيل وحركات وتكاتشف حاسه. تعالوا اول حاجه عشان نعمل الشوكولاته فادج، سهل جدا، كيكه سهله جدا تقدر تضيفها في الخلاط في المكان على ايدك زي ما انت عايز. 5 بيضات، كوبايتين سكر، زبده فانيليا، وكوبايه ونص من الدقيق، معلقتين كاكاو، نص معلقه بيكنج باودر وزبده فانيليا، وثلاث ارباع كوبايه ميه دافيه وثلاث ارباع كوبايه زيت. ادي ال5 بيضات، تقدر تعملها في الخلاط او على ايدك او في المكنه، سهله جدا الفادج، وتقدر تعملها في اي فورم عندك، اي صينيه، ما توقفيش على اي حاجه. يبقى انا حطيت 5 بيضات وكوبايتين سكر وذره فانيليا. على السرعه الاولى ادوب البيض والسكر والفانيليا. خطواتك كده كلها قدامك. عندي كوبايه ونص من الدقيق، احط لها معلقتين من الكاكاو الغامق بتاع الحلوات، احط لها نص معلقه بيكنج باودر، احط لها ذره ملح، واقلب الدقيق مع الكاكاو مع البيكنج باودر مع الملح. وعندي 3/4 كوباية زيت ذرة و3/4 كوباية مية دافية أحل بيها. وأنا واقف شغال كده بعمل الشوكولاتة فادج، أظبط الفرن على درجة حرارة 180 عشان هسوي كل الأنواع دي على درجة حرارة 180. تعملي شوكولاتة فادج، تعملي براونيز، تعملي ماركيز، تعملي بارادايز زي ما أنت عايز. خطواتك كده قدامك. بعد ما السكر داب مع البيض ارفع الخفق عليه كده كلكم مع بعض. اهم حاجه الميه دي تبقى دافيه عشان احل بقى الخليط. يبقى 5 بيضات، كوبايتين سكر، ذره فانيليا، كوبايه ونص دقيق، معلقتين كاكاو، نص معلقه بيكنج باودر، ذره ملح، 3/4 كوبايه زيت ذره، و3/4 كوبايه ميه دافيه. وانا واقف شغال كده علق على البراونيز، بس البراونيز هعمله على الطريقه ايه السخنه. بحط 2.5 كوباية من الشوكولاته الساده على حمام ميه. حطيت ميه سخنه بتغلي اهو يا ياسر، ميه سخنه بتغلي عشان حمام الميه، وحطيت وعاء ستانلستين، وحطيت الشوكولاته بتاعتي عشان تسيح. خطواتك كده كلها قدامك. يبقى الشوكولاته عشان تسيح. اما الشوكولاته ماركيز بحط لها كوبايه برضو حمام ميه سخنه بيغلي اهو، حمام ميه سخنه بيغلي برضو، ميه سخنه بتغلي، وحط عليه الوعاء الستانلستين، واحط كوبايه شوكولاته ساده، كوبايه شوكولاته ساده. خطواتك كده. يبقى حطيت هنا 2 كوباية وهنا 1 كوباية، هنا شوكولاته براونيز وهنا شوكولاته ماركيز، واللي في المكنه ده شوكولاته فادج عشان ما ننتهش من بعض. داب عندي هنا ال5 بيضات و2 كوباية سكر وذره فانيليا، نعمه كده عندي. وهنا 1.5 كوباية من الدقيق، معلقتين كاكاو، نص معلقه بيكنج باودر، ذره ملح، و3/4 كوباية زيت ذره، و3/4 كوباية ميه دافيه. سهله سهله. على ما الشوكولاته دي تسيح وده يعمل، تعالى نعمل الفرم. الفرم بتاعتي اي فرم عندك، اي صينيه بطاطس ما تقفيش، اي حاجه عندك، صاج مش صاج، فرمه مش فرمه، اعملي زي ما انت عايز. هعمل الشوكولاته فادج دي كده عشان احقنها واحشيها شوكولاته بطرمانات، شوكولاته الجناش، واسخنها في الميكرويف واقدمها لضيوفي ولا لعيالي. عشان ايه يا حسن؟ عشان افتحها تنزل الشوكولاته سايحه من جوه، واعمل سربرايز واعمل مفاجاه للولاد ولضيوفي ولصاحب البيت برضو. خد خطواتك كده كلها مع بعض. ادهنها ماده دهنيه، واروح حاطط لها معلقه دقيق، واحرك الدقيق في كل حته وعلى الجناب بتاعتي، واروح منفضها كده تطلع عندي بالشكل ده. وبرده بالنسبه للبراونز اعملها في صاج، اعملها في صينيه البسبوسه زي ما انا عايز، ما توقفيش على حاجه. ادي صاج اهو بنفس الطريقه اهو، وادي صينيه البسبوسه برده، توقفيش على حاجه، تعملي كل اللي انت عايزاه حسب امكانياتك. قدامك اهو، لف كده فيها
تمام؟ اعمل الصاج الكبير. يبقى انا حاطط في المكنه 5 بيضات وكوبايتين سكر وزرة فانيليا ونعمتهم وقعدت اعمل فيهم يعلو، اضربت على السرعه العاليه لحد ما علي. هضيف لهم كوبايه ونص من الدقيق، معلقتين من الكاكاو، نص معلقه بيكنج باودر، ذرة ملح، واحلهم بكون 3/4 كوبايه زيت ذره و3/4 كوبايه ميه دافئه. يا جمالك يا تفاصيلك. وادي المكنه قدامك اهو، قدامك اهو يا تفاصيلك. هنا هعمل الماركيز، هنا هعمل البارادايس، وهنا هعمل الفادج. احتاري واختاري. ارجع للفادج وابص على الشوكولاته عندي بتاعتي اللي بتسيح على حمام ميه بتاع البراونيز، والشوكولاته بتاعتي بتاع البارادايس بتاع الماركيز. يبقى هنا براونيز وهنا ماركيز عشان ما انتقش من بعض. اهم حاجه الشوكولات فادج. البيض علي كده، تعالى شوف التركه. اروح ضايفه الدقيق اللي فيه البيكنج باودر وفيه الكاكاو وفيه الملح مره واحده كده، بص كده، وبالراحه على السرعه الاولى دوب. خدي بالك اهو، دوب كده، دوب 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 عشان الدقيق ما يخرص، عشان السرعه الاولى، عشان الدقيق ما يخرص. بص تقل كده يا ياسر، اول ما يتقل كده عندك اهو، تقل الخليط ده، احله بالميه الدافيه، حل بالميه الدافيه، حل بالميه الدافيه قدامك اهو. يبقى اول حاجه عملناها شوكولاته فادج، سهله جدا، 5 بيضات، كوبايتين سكر، ذرة فانيليا نعمتهم ورفعت الخفض لحد ما عملوا فوليوم، ضفت لهم كوبايه ونص من الدقيق، عليهم معلقتين من الكاكاو، وعليهم نص معلقه بيكنج باودر وذرة فانيليا، وحليتهم ب3/4 كوبايه ميه دافيه و3/4 كوبايه زيت. خطواتك كده اهو. اقدر احط لها سمنه؟ اقدر احط لها سمنه، بس تكون سايحه برد. خطواتك واحده واحده كده مع بعض. بعد ما ضفت كل مكوناتك علي السرعه على الاخر. تمام؟ تمام. تعالى بقى يا ياسر نشوف هنعمل ايه في خطواتك كده كلها قدامك. الخليط عندي ناعم وانسيابي اهو، وفرن على درجه حراره 180 يا ياسر. نعمت الخليط بتاعك خالص. اشوف الشوكولاته بتاع الماركيز، كوبايه شوكولاته ساده تسيح كده، وهنا بتاع البراونيز كوبايتين شوكولاته ساده بدون لبن. خد بالك يعني ايه ساده، مش لبن، اللي هو دارك شوكولات. كله قدامك اهو بيسيح عندك على حمام ميه، وعينك على الميه. هنا البراونيز وهنا الماركيز كوبايه واحده عشان ما انتهش. الخليط عندي جاهز اهو، بص الخليط جاهز. اروح واخد الخليط ده كده يا ياسر واقول صباح البحر يا ام يوسف. صباح الهنا على عيونك يا شيخ حسن والحلويات كلها. نهارك قشطه يا ام يوسف يا غاليه. نهارك زي العسل والله. صباح الفل. عايزاك النبي يا شيخ حسن تقول لي مريم كل سنه يا مريم. ماما بتقول لك كل سنه وانت طيبه، وبرنامج اكلات وتكات شيف حسن بيقول لك يا مريم كل سنه وانت طيبه، وعبال ما يفرحوا بيكي يا حبيبتي. تعالى شوف بقى الانسيابيه بتاعه الفادج. تتاكل ناي بالمعلقه كده، بص قدامك اهو التفاصيل والحركات والتكات. فرنك على درجه حراره 180، 35 دقيقه. قدامك التفاصيل كلها قدامك اهو. لمي كل حاجه، لانه كل حاجه بفلوس. تعملي فادج، تعملي ماركيز، تعملي براونيز، تعملي بارادايز زي ما انت عايز. اول صنف اهو يا جمالك. تعالى حطه في الفرن على درجه حراره 180، 35 دقيقه. يا تفاصيلك. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. اعمل بارادايز، بجيب بسكوت ابيض احطه في الكبه بتاعتي، بسكوت ابيض عشان البارادايز، وبديله معلقتين سكر ومعلقتين سوداني، اي نوع بسكوت، ومعلقتين سوداني او معلقتين بندق، وايه يا حسن، معلقتين زبده سايحه. كل ده عشان اعمل بيهم ايه، اعمل بيهم الديسك، الطبقه بتاعتي بتاعه البارادايز. خطواتك كده، حطيت البسكوت، حطيت الزبده، حطيت السكر، حطيت كمان ايه، سوداني او بندق زي ما انا عايز. واضحه حاجتي قدامك بتفاصيلك اهو.
ده البارادايس يا جمالك يا جمالك. زبده سايحه. وانا شغاله كده هعمل الخليط بتاع البارادايس. يبقى ده الديسك بتاع البارادايس اللي انا حطيته ده، البسكوت والسكر، وحطيت له سوداني او بندق، وحطيت له زبده. محتاج زبده سايحه، احط له زبده اللي هو قدامك. الخليط بتاعه عباره عن ايه؟ كوبايه زبده طريه، كوبايه سكر، واحط الكف، مش هحط المكنه زي ما انت شايف كده، ونعم على السرعه الاولى. السكر، وعندي اربع بيضات وذره فانيليا. خد بالك اهو الخليط ده كده قدامك اهو. هنا اجيب الجناب بتاعتي اسويح الشوكولاته كويس بتاع براونيز والشوكولاته بتاع الماركيز، والفادج دخل الفرن. تفاصيلك قدامك اهو. ده الشوكولاته الاولى، كوبايه شوكولاته بتاع الماركيز وكوبايتين شوكولاته بتاع البراونيز على الطريقه السخنه. وهنا عندي البسكوت بتاع الايه؟ بتاع البارادايس. البسكوت بتاع البارادايس اديته البسكوت وسكر، واديته بندق او سوداني، واديته معلقتين من الزبده السايحه عشان يجمد مع بعض. جاهز عندي، جاهز عندي، تمام كده. هنا حطيت عندي الزبده والسكر عشان البارادايس. حاضر، الزبده والسكر عشان البارادايس قدامك اهو كل تفاصيلك. اروح هنا عشان اعمل ايه يا عم حسن؟ الديسك بتاعي، واعمل كل مكوناتي وحاجتي، وحاجتك تبقى زي الفل قدامك. عودي نفسك تبقى حاجتك منظمه ومكانك نظيف عشان تبقى انت سعيده وانت بتعملي الحاجه، عشان هو ده النفس. خطواتك كده كلها. الزبده عندي نعمت، احط الاربعه بيض ذره فانيليا. يا ياسر للاربعه بيض احط لهم ذره فانيليا. بص يا ياسر، الزبده نعمت كويس قوي مع السكر، احط اربعه بيض معاهم ذره فانيليا، واروح حطاهم مره واحده. واجيب عندي كوبايه دي يا ياسر، كوبايه جوز هند، كوبايه دي، كوبايه جوز هند، ذره ملح، ذره من البيكنج باودر، وادخل الدقيق مع جوز الهند مع البيكنج باودر مع الملح، تمام. والخليط بتاعي نعم الزبده والسكر. اجيب الجناب بتاع المكنه بتاعتي واحده واحده كده مع بعض عشان الزبده تكون متجانسه مع السكر. عم علي، صباح الفل يا باشا. نهارك قشطه عم علي يا غالي. عم حسن يا اغلى واحد. صباح الفل يا غالي. يا صباح الجمال على احلى شيخ. نهارك قشطه عم علي. ازيك عم حسن؟ صباح الفل يا عم علي. ابن عايز يكلمك والله بالله. ربنا يخليه لك، ادهوني. الو، صباح الفل حبيبي، اسمك ايه؟ ابراهيم. يا عم ابراهيم نهارك قشطه يا غالي. صباح الفل يا ابراهيم، نهارك قشطه. عامل ايه يا شيخ؟ زي الفل حبيبي، ربنا يخليك لباباك يا حبيبي ويديك الصحه والعافيه. لو سمحت عايز اسالك على الكريب بس. كريب ايه؟ حادق ولا حلو؟ لا حلو. حاضر يا علي، تحت امرك يا حبيبي، ربنا يخليك لباباك يا حبيبي. تبص على البسكوته لو محتاجه معلقه سمنه تانية، بتديها معلقه سمنه عشان تتماسك. السمنه دي اللي هتخلي الديسك يتماسك. والخليط بتاعه فين يا حسن؟ زي ما اتفقنا بتاعته، الخليط بتاعه نعامي خالص. البسكوته بتاعتك، الخليط بتاعه، الخليط بتاعه الزبده والسكر والبيض والفانيليا، نعمه كده. بروح جايبه يا ياسر الدقيق والجوز الهند والبيكنج باودر والملح. بص اهو كله مر على بعضه كده اهو، واروح عجنه واحده واحده على السرعه الاولى، تمام؟ اعجنه. خلاص الخليط بتاعي كده مش محتاج حاجه. اخد الخليط ده كده واحطه هنا في البوله دي الاول. بص الخليط رملي ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه. بص عليه كده يا ياسر. الخليط رملي كده، بص يا ياسر. زي ما انت شايف قدامك رملي كده. وقبل ما تبرد السمنه تعالى نشوف هنعمل ايه. بجيب عندي الصاج بتاعي اللي انا مدياله، الصاج بتاعي تقدري تعملي في صاج عادي، في صاج زي ده. اخد الخليط ده كده
اخده وهو السمنه الزبده سخنه كده، افرده واكبسه بايدي عشان اعمل بيه ديسك. خدي بالك من التكنيك اهو. يبقى بسكوت، سكر، اي نوع مكسرات، بتديله زبده عشان تكون سايحه عشان تتجمد بيه، وتعملي ديسك بالشكل ده. وتجيب المكبس بتاعك او كعبه في الكوبايه، كعبه كوبايه، واضغطي عليه عشان يمسك كده. حطيه في الثلاجه شويه عشان تضمني انه ايه زي ما انت شايف كده قدامك. وقفل المسام بتاع الجناب كده بايديك. الجناب قفلت مسامك بالجناب اهو. الخليط بتاعك جاهز. بص الخليط جاهز، اللي هو الزبده والسكر والبيض والفانيليا ودي وجوز هند وبيكنج باودر وسنه ملح. الخليط الجاهز اهو. اروح جاي واخداه ومقلباه كويس. وشايفه بقى هنا عندي الشوكولاته ماركيز والشوكولاته براونيز. اهدي كده النار عليهم، اسحبهم بعيد عن النار على حمام الميه بس فقط لا غير، بعيد عن النار كده على ما اخلص البارادايس اللي في الفرن. ايه الشوكولاته فادج؟ شوكولاته فادج او شوكولاته بارادايس او شوكولاته براونيز ما توقفيش على فورمه. اعملي في صينيه البطاطس، اعملي في صاج، اعملي في اي حاجه. اهم حاجه تعملي الحاجه لعيالك بمزاج وبرواقه. قدامك الشوكولاتات بتاع الماركيز وبتاع البراونيز قدامك في حمام ميه. تعالى بقى يا ياسر ناخد الخليط ده، وادي الديسك بتاعي، اتاكد ان هو متماسك مع بعضه. احط الخليط بتاع البارادايس اللي فيه الجوز الهند واوزعه بالشكل اللي هتشوفيه قدامك دلوقتي. وعندي قطع سوداني، قطع بندق، قطع شوكولاته بيضاء عشان احطها فوق البارادايس. قطع بندق، قطع سوداني، قطع شوكولاته بيضاء، زي ما انت عايزه. خطواتك كلها زي ما انت عايز. اجيب معلقه واوزع الخليط ده، كوبايه ميه سخنه طولة فاضيه، ومحمود ده لازم يتدلع. وزعي خليطك كله يبقى سمكه واحد، وفرنك على درجة حرارة 180. وزعي خليط البرادايس اللي هو عبارة عن زبدة وسكر وبيض وفانيليا ودقيق وجوز هند وبيكنج باودر وذرة ملح. كل التفاصيل كده قدامك اهو. سويه كويس بالشكل ده، معلقة مية سخنة، وزعيه كويس في كل حتة كده. وبعد كده يا حسن قطع شوكولاتة بيضة رشيها عليه كده من فوق. دلعي عيالك، قطعي في أي حاجة. أنت فين يا جانا؟ ألو. أنت فين يا جانا؟ كنت في المصيف ولا إيه؟ لا مش في المصيف. كنت عبود، أمال فين بقالي كتير ما سمعتش صوتك؟ لما عايز يعني. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. هو أنا كنت عايز أسأل على البسبوسة لما بتيجي تعمل بتطلع ناشفة. حاضر هقول لك يا حبيبتي بالعندي قبل العندي. جاهز كده الشغل البارادايس. تمام؟ تعالى اما ادخله الفرن. طب انت بتفتح الفرن وكده ما يجرالوش حاجه؟ ده كيكه دسمه فيها زيت ما تخافيش. دي كيكه دسمه فيها زيت ما تخافيش. تمام؟ تعالي البسبوس عشان تعمليها صح الصح وما تعملش معاك اي حاجه، اظبطي الفرن على درجه حراره 220، وتعالي في كازارول على نار هاديه متوسطه. هتحطي 3 ارباع كوبايه لبن تدفيه، 3 ارباع كوبايه سمنه تسيحيها، 3 ارباع كوبايه سكر، ونص كوبايه شربات تقيل، وتقلبيهم مع بعض ويبقوا دايبين دافيين ما يكونوش سخنين. وفي وعاء ثاني هتحطي 3 كوبايات كبار من دقيق السميد السايب اللي بيتباع بالكيلو عند العطار او في السوبر ماركت، مكتوب عليه دقيق سميد بتاع بسبوسه كيلو كده مقفول زي كيلو الدقيق، مش الجاهز اللي فيه جوز هند وفيه بيكنج باودر. وبعد كده هتحط عليه معلقتين من جوز الهند وتقلبيه وذره بيكنج باودر، وتحط الخليط السائل اللي هو السكر واللبن والسمنه والشربات التقيل السايح الدافي، وتقلبيهم مع بعض. ما تبستيش، قلبيه كده مع بعض.
جيب الصينيه قطرها 28 سم دهنها ماده دهنيه، بطانيه بطحينه، افردي الخليط ده بين ايديكي وميه، خبطي كويس، تاكدي ان السمك بتاع البسبوسه نص عقله صبعك الاولاني، وتخبطي عليها كويس، دخليها الفرن على درجه حراره 220 لمده 5 دقائق، بعد 5 دقائق بتخفضيها الى 200، بتسيبيها 25 دقيقه، في الاثناء دي كوبايتين ونص من السكر على كوبايتين ونص من الميه تدوبيهم بره النار، ترفعيهم على النار يغلوا، بعد ما يغلوا نص ليمونه، اهم حاجه البسبوسه تاخد اللون الذهبي الغامق، والشربات سخن بيغلي، الشربات سخن بيغلي والبسبوسه واخده لون ذهبي غامق سخنه، قبله بعد شربت زغرات هي نجحت معاك. بعد ما عملت لك الشوكولاته بارادايس وعملت لك كمان الشوكولاته فادج بتفاصيلها وسيحت الشوكولاته البراونيز والشوكولاته الماركيز، بقول التركات والحركات لا ناسها، انتظروني.